هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب أن لا يتداخلا أو يلتقيا. نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة، لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ الجو بارد بالتأكيد، ربما كان السبب الحقيقي هو القشعريرة أو الانفعال. أنت تعرف أن من يصابون بصدمة عصبية يرتجفون بردا كأنهم مغطون بالثلوج. ربما كان السبب هو البرد، وربما كان السبب هو التوتر. هناك كذلك لمحة شؤم حقيقية، لا ننكر هذا. لقد كانت أمسية طويلة في بيت صديقنا صبري. كانت تلك الجلسة، الكوب المقلوب واللوح الويجا والظلام ورائحة البخور، وثلاثة منا يضعون سباباتهم على الكوب المقلوب ويحبسون الأنفاس بينما واحد يراقب. لماذا فعلنا ذلك؟ لم تكن لدينا طريقة أفضل لقضاء الأمسية من تلك الإثارة الناجمة عن اكتشاف المجهول، عن الدنو على أطراف أصابع أقدامنا من الحافة الفاصلة بين عالمين، عن التلصص على ما يدور في الجانب الآخر. أكثرنا متزوج ويعاني حالة ملل متقدمة. أنا تركت زوجتي في البيت ووعدتها بألا أتأخر، وكانت هذه كذبة أيضا. كان الطلب الذي طلبناه غريبا، نريد استحضار روح السفاح الأمريكي تيد باندي. تحرك الكوب ببطء وأدركنا أن ما يحدث ليس وهما. تيد باندي السفاح الأمريكي الوسيم الذي يعرفه كل مواطن هناك، والذي كان يقتل النساء بضربة على الرأس غالبا. هكذا دارت المحادثة، وهكذا تكلمنا مع تيد باندي كثيرا. سألناه عن هوايته الغريبة وعن ولعه بقتل الحسنوات وطريقته في الخداع إلى آخره. طالت الأمسية طالت، وعندما انتهينا قررنا أن نعود إلى ديارنا وشكرنا صبري. لاحظ صبري أننا لم نصرف الروح بطريقة واضحة مباشرة، لكن الحقيقة هي أننا هو ولم نكن نعرف طريقة لصرف الروح سوى انصرفي، ولم تكن هناك مشكلة لأننا جربنا هذه اللعبة مرارا من قبل. خرجت إلى الشارع المظلم البارد مع رامي وعمر. الهواء بارد جدا والبخار يتكاثف بلا رحمة، كنت ألهث بلا توقف. أشعل رامي لفافة تبغ وسعل وقال إن الأمسية كانت ممتعة، أعترف أننا استمتعنا بوقتنا، لكن شيئا له طعم مرير ظل في حلقي. لست مرتاحا جدا، لست في غاية السعادة، ثمة شعور بالقلق ينتابني، لا أعرف السبب. وصلنا إلى ناصية الطريق فقال رامي وهو يلوح بالذراع: أراكم غدا لو عشتم. لماذا قال هذا؟ لم أعرف، لأنه كان قد غاب في شارع جانبي يقود لبيته. مشيت مع عمرو مسافة لا بأس بها، قال لي ويداه في جيبه: لا أحب تحضير الأرواح، سوف تكون هذه آخر مرة ألعب فيها هذه اللعبة. سألته عن السبب فقال: هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب أن لا يتداخلا أو يلتقيا. نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة، لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ فكرت في كلامه، بالفعل أشعر بنفور مماثل. ما الذي يشعر به صبري الآن وهو في بيته؟ وقد كانت روح تيد باندي تعبث في المكان منذ ساعتين، ولكن من قال إنها روح باندي فعلا؟ حسب رأي المتدينين هذه شياطين تعبث، وحسب رأي كلام المفكرين هذه عقولنا الباطنة تتكلم. مشينا بضع خطوات ثم سألني عمرو عن خطتي للغد. اليوم هو الجمعة الواحدة من صباح الجمعة، لكنك تعرف أننا بخطأ جغرافي مشهور نعتبر أنفسنا في الخميس. قلت إنني سأنام وأحاول أن أنسى. أخيرا وصلنا إلى بيت عمرو فدعاني للصعود. قلت له إن الموعد لا يناسب سوى أمن الدولة
وحبيبته وحييته. قال لي قبل أن يغيب بالداخل: خد بالك من نفسك. لماذا قال هذا؟ تبدو لي عبارة فيها حنان أنثوي لا داعي له. وابتسمت وواصلت السير في الشارع المظلم البارد. لماذا لا يوجد أحد على مرمى البصر؟ هل قرر الناس جميعا النوم؟ عند كشك السجائر الموجود عند قارعة الطريق سمعت النباح الوحشي. أجفلت، رأيت كلبين أشعثين مخيفي الشكل يخرجان لي كأنهما قادمان من الجحيم. تصلبت واقفا محاولا ألا أثير غضبهما أكثر، لكني وحيد والشارع خال والمأزق مخيف. تراجعت إلى الخلف والكلبان يحاصرانني ويزومان. يا لها من ليلة. وفجأة سمعت رجلا مسنا يصيح بالكلبين زاجرا وهو يلوح بعصا صغيرة يسجيهما بها. كان خفيرا في بناية تحت الإنشاء واعتذر لي، قال إنهما كلبان جبانان لا أكثر. واصلت الماشي وقلبي يتواثب. كنت أمر جوار عمود النور الذي يلقي إضاءة خافتة. رأيت ظلا يتحرك من مكان ما. وثبت إلى الخلف فرأيت رجلا يخرج من خلف العمود وهو يلوح بشيء لامع في يده، رجلا رث الثياب له نظرة مجنونة. أطلقت صرخة قصيرة: هذه هي اللحظة إذن، الليلة كلها تنظر بهذه اللحظة. عندما لم نصرف روح تيد باندي كما يجب وقعنا في خطأ رهيب. أعتقد أن كل واحد ممن اشتركوا في الجلسة سوف يلقى مصيرا كارثيا الليلة. لكن الرجل لم يتقدم نحوي، لقد لوح بالشيء في يده وصاح: كل مكتوب، كل مكتوب. وراح يرقص كأنه ثمل. هنا فهمت، هذا مجرد مخبول ممن احتضنتهم الطرقات، ليس أخطر من قط ضال. ابتعدت عنه وأنا أنظر من فوق كتفي. المشكلة هي أن بيتي بعيد، لكنه أقرب من أن أركب له سيارة أجرة. وضع وسط مخيف، لو أردت سيارة أجرة فلن أجد. عند ركن شارع جانبي رأيت ما بدا لي كرجل يضرب رجلا فيسقطه أرضا. يجب أن أسرع المشي أكثر، لا أجرؤ على التراجع أو الاتصال برامي أو عمر ليساعداني. سوف أصير سخرية القوم للأبد، سيقال إنني جبان كفتاة صغيرة. روح تيد باندي في كل شيء، أعرف ذلك. قال صديقي عمر: هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب أن لا يتداخلا أو يلتقيا. نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة، لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ بيتي أخيرا يبدو كواحة وسط الظلام. هرعت أجتاز المدخل وأغلق الباب خلفي، ثم وثبت الدرجات حتى شقتي. الأمان، الهدوء. سوف أقرأ القرآن طيلة الليل ولن أنام. سوف أتصل بالرفاق صباحا لأطمئن عليهم. حنان، أين أنت يا حنان؟ رحت أنادي في الشقة، يبدو أنها نامت. هذا ليس من عادتها عندما تكون وحيدة، لقد أعدت لي العشاء. دخلت غرفة النوم. هذه قطرات دم، بالتأكيد هي كذلك. الجدار، الفراش، بحور من الدم. من قال إن تيد باندي كان يقتل الرجال؟ تيد باندي كان يقتل النساء، وغالبا كان يهشم رؤوسهن. الآن عرفت أن الروح لم تنصرف عندما انتهت الجلسة. لقد كنت على حق عندما توقعت الكارثة. رائحة الهواء الغريبة قالت كل شيء. كانت الروح تنتظرني هنا في بيتي، ومن الواضح أنها قامت ببعض الأعمال قبل قدومي. لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟